اليوم تاريخ 18/12/2021، امطار الخير تبارك الله قاعد تنزل علينا. ها ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. الشباب طبعا اهل الصحراء، ها ما يشرب ترى المطر مره تبارك الله. لا البيت ابو عاد يشرب. اوه ما شاء الله، طيب ما قاعد يخر. اقول طالع ما قاعد يخر ليش؟ طالع انا قاعد اشوف بالقهوه. رد هذا اي لا رد اي لا طيب رد هذا كذا ما يجي يسوي كذي خلي سيده هذا عشان يمشي. يوم 18/12/2021 امور طيبه والحياه حلوه، بس سيل برا والبروق ورعود. هذا بركة، هذا ما يجي من الله بركة. ايوه شوف اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم صيب. لا ما في شيء لا الحياة حلوة. ها ابو عمر حياة حلوة ما في شيء. ها لا ما برد ومطر. لا والله برد ما في ربعانية ما شاء الله. بدا يسيل برد. ها ذكرنا مطرة العام اللي تصويت مجلس الأمة. ها هروب هروبا بها صاحبي علي نطير، قولون لا تهلك السنوات جلني. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. ما في هذا خير من الله عز وجل، خير من الله عز وجل. حديث عهد بربي هذا طبعا الأكشن اللي يعمل لازم يتشعر تنزله الشكل عشان يخف الماي ما ينزل دايركت وينزل على الأطراف، فهو فعلا قاعد ينزل الأطراف برا. وهذه من التكس المطلوبة وقت نزول المطر. وهذا الشيخ أحمد قاعد يشاهد هالخيرات من رب العباد علينا. يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.